خلال الأيام الماضية صارت الكثير من الشائعات والمغالطات بخصوص تعديلات قانون هيئة قناة السويس والتزاماً بدوره المجتمعي والسياسي والرد على محاولات توجيه الرأي العام. عقد حزب حماة الوطن ندوة لمناقشة الحقائق المتعلقة بتلك التعديلات. خلال الندوة تناول الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لعام 1975 بنظام هيئة قناة السويس من أجل إنشاء صندوق للهيئة ما بين متطلبات الأمن القومي وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله. محاور الجلسة: المحور الأول خاص بماهية الشائعات وأثرها على المجتمعات، المحور الثاني اللي هو خاص بأبرز الموضوعات التي أثير بشأنها شائعات أثرت على المجتمع المصري مؤخرا، وهو موضوع قناة السويس وإنشاء أو التوافق طبعا نيابيا من خلال المجلسين على إنشاء قانون خاص بصندوق هيئة قناة السويس. بطمن كل المصريين إن المادة 43 من الدستور بتنص على إن قناة السويس يعني ملك للمصريين، ومصر مسؤولة عن تأمينها وتنميتها، وهي ممر مائي دولي يمر عبر أراضيها، وبالتالي لابد من تنمية قناة السويس. عايز أقول إن الصندوق ده يعني الموازنة العامة للدولة بتاخد كل إيراد القناة، ولكن زي ما تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إن خلال 44 سنة منذ افتتاح القناة في 75 لو بناخد 10% من دخل القناة كان زمان عندنا 20-30 مليار دولار يعني يساعدوا في مواجهة أي ظروف قد تطرأ. احنا ابتدينا نسمع عن ان يبقى في اجانب وان الاجانب دول يبداوا يتخذوا قرارات، فوضحنا لا، هي هيئه قناه السويس هتنشئ صندوق، الصندوق ده شخصيه اعتباريه ليه مجلس اداره كلهم من المصريين، هيبدا يعمل استثمارات. فعلى ما تبص على الهيكل الاداري كله ما فيش اي نوع من انواع الاجانب المتواجدين في الموضوع. في ناس كتير قوي اتكلمت على ان الحكومه هتفتح سريه الحسابات للمصريين، وده طبعا امر غير قانوني لا محلي ولا دولي، وكان مهم قوي ان يعني يتوضح من نائبة من عضو لجنة الخطة والموازنة، وإن ده أمر عاري تماما من الصحة. إحنا من المهم جدا كنخبة قبل المشروع ما بيتم أو قبل ما القانون ما بيتم إصداره، إحنا لازم نستنبئ بإيه اللي هيحصل، إيه المعلومات، إيه النقاط أو المساحات الفارغة اللي موجودة اللي ممكن تنتشر من خلالها الشائعة، ونقدر نقول المعلومة بسرعة، وبالتالي نقدر نحاصر الشائعة وما تمش. توافق الحضور على نشر التوعية في كافة المحافظات والمراكز من خلال الأمانات التابعة للحزب لما تمثله تلك الشائعات من تهديد لأمن واستقرار الوطن، والتأكيد على أن قناة السويس لا تفريط في سيادة الدولة عليها. عمرو أبو جبل، ETC.